نجوى النجار، أهلا بك في سينما بديلة. أنت تهتمين بالقضية الفلسطينية وبشؤون الفلسطينيين في كل أعمالك، سواء كانت تسجيلية أو روائية، وعملك الأخير هو فيلم روائي عيون الحرمية يمشي في هذا السياق ربما أكثر من أعمالك السابقة. حدثينا عن يعني تفاصيل هذا الفيلم. بس كنا نحن عايشين في وضع وين بطلت أشوف أمل، بطلت أشوف مش عارفة وين رح نروح، كل إشي مجرب، كل إشي فاشل، ولا إشي رايح ولا محل وين في أمل. يعني هي بتحكي على الواقع اللي هلأ موجود في فلسطين، يعني بتحكي على فلسطين هلأ، بس بتحكي كمان إنه يعني قبل 10 سنين كنا نعرف مين هو العدو، هلأ مش كتير عارفين. فمش بس بحكي على الاحتلال، مش بس بحكي على إيش عم بيصير مع الإسرائيلية، كمان بحكي على إشي كتير داخلي داخل المجتمع الفلسطيني. مراح ليلى، شو كان بده منك عادل؟ شو؟ أنت اخترتي نجمين معروفين في مجاليهما، وهما خالد أبو النجا الممثل المصري وسعاد ماسي طبعا الفنانة الجزائرية المعروفة جدا. هل كان ذلك لأغراض تسويقية أم كان اختيارا فنيا في المقام الأول؟ هن التنين أصدقاء لإلي، وسعاد ماسي أنا من زمان حابة أنه تمثل تكون في جزء منه، وهي تقول لي نجوى شو بدي أنا بالتمثيل، أنا ما بمثل أنا بغني، بقول بس أنا ما بدي تمثيل. فهي لما شافت أول فيلم قالت لي أنت ما بتطلبي أشياء كتير، قلت لها لا أنا بس بدي روح سعاد ماسي، وهي متعودة تكون على المسرح فبتقدر أنه تعطي الروح اللي أنا كان بدي إياها من ليلى اللي هي بتكون في الفيلم جاي من الجزائر، وفي سبب ليش جاي من الجزائر في الفيلم، بيكون أبوها فلسطيني وإمها جزائرية. فكان عندي هذا أنه الفلسطينية اللي رجعوا على البلاد في 94. وخالد أبو النجا كمان صديق لإلي ومن زمان بنحكي أنه حابين نكون في فيلم. أنا أوليتها أعطيته دور كتير صغير أنه يلعب دور أبونا نعيم في الفيلم، لأن قلت إذا بدخل خالد على البلد هل يعني بقدر يلعب هالدور. بعدين قررنا قلنا طيب خلينا نجرب نقدم له من خلال وزارة الثقافة الفلسطينية أنه نجيب له فيزا عشان يقدر يدخل البلد. طولت الفيزا شوي بس كنا حكين أنا وخالد أنه يأخذ الدور الرئيسي. هلا هاي كانت شوي فيها خطورة لأنه ممكن ما يدخل البلد، 40 واحد قاعد على نار مش عارفين إذا رح نصور ولا لا. فلما أجا خالد يعني بركي كانت أكبر حفلة يوميتها. يعني نود أن نتحدث أيضا عن إشكالية ربما يواجهها المهتم بالقضية الفلسطينية عندما يشاهد الأفلام التي يصنعها الفلسطينيون، وهي أنهم مع مرور الوقت مع تطور وتأزم الموقف هذه الأفلام تتحول ربما إلى أفلام توثيقية لبلد لم يعد موجودا، وكأنها أعمال إثنوغرافية مثلا لنقل لعالم اندثر. أي هيك عم تحكي لي لإلي بلد مش موجودة، هي صعبة علي، تفضل. هذه هي الرسالة، يعني هذه هي الرسالة التي يعني نراها من هذه الأفلام، تتحدث عن قرى تقسمت، تحدثت عن أسوار ترتفع، تتحدث عن أسر لم تعد يعني قادرة على التلاقي. فهمت عليك. لا هي يعني هي من أهم الأشياء تبعت السينما الفلسطينية إنه هي فعلاً بتوثق حتى في الروائي وفي التوثيقي، يعني إنه بتوثق إشي موجود، بتوثق صور، بتوثق أرض، بتوثق يعني كل هذا. مظبوط معك حق، بس يعني هي يعني في خطوة تانية، يعني إنه أنا بقول إنه مش عم بتوثق بلد مش موجودة، بالعكس هي الأمل. وإنتي ليش ما قطعوش فيكي 10 3 رجال؟ عرضنا لك من قبل في برنامج سينما بديلة فيلم وديع ونعيمة وفيلم جوهر السلوان، وأيضا أفلامك بعد ذلك كلها تتحدث عن القضية الفلسطينية. هل تشعرين أن عليك لزاما بأنك لابد أن تتحدثي عن فلسطين، أم ربما يعني يوما ما ستفكرين في شيء مختلف تماما؟ يعني هو عادة الواحد لما يكون عايش في بلد وكل شيء حواليه بكتب على هدول الأشياء. بس كنا عم نشوف فيلم في الكومبيتيشن، فيلم الأرجنتيني اللي اسمه وايلد تيلز بجنن.
بحكي على إشي يعني شعور يعني فرشت هيك على هيك فيلم قلت يا ريت بقدر أعمل هيك فيلم، يا ريت بقدر أعمل فيلم ما إله دخل بي ولا إشي. هلأ الفيلم الجاي ميوزيكال اللي هو رح يكون في رح يكون في 1930 بين اسكندرية، بس ما بقدرش أقول له ما عندوش عنصر فلسطيني صغير، بس رح أخذ أنا الإسكندرية والحياة اللي كانت موجودة بهاي الوقت من خلال ميوزيكال في 1930. ف يعني عنده في لسه إشي فلسطيني بس شوي إشي مختلف.